السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. يمثل وزير الصيد والاقتصاد البحري ناني والشروق موريتانيا في مؤتمر دولي منظم من طرف البنك الدولي في جزيرة موريس يومي الأول والثاني من شهر سبتمبر القادم. ويبحث المؤتمر موضوع تنمية الاقتصاديات المرتبطة بالصيد في إفريقيا، ويشارك فيه عدد من الوزراء المكلفين بالصيد في القارة الإفريقية. زار الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز مدينة أطار وبلدية عين أهل الطايع بولاية أدرار للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالسكان جراء السيول الأخيرة التي شهدتها المدينة. وكانت الحكومة الموريتانية قد قدمت إغاثات للمتضررين من خلال مفوضية الأمن الغذائي، وذلك بعد إجراء عملية إحصاء للأسر المتضررة. من ناحية أخرى، نددت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في بيانات صادرة عنها بتعاطي السلطات الموريتانية مع السيول والأضرار التي لحقت بسكان مدينة أطار وبلدية عين أهل الطايع إثر السيول الأخيرة التي جرفت العديد من المنازل. ودعت الأحزاب والكتل السياسية المعارضة السلطات الموريتانية إلى ضرورة وضع خطط استعجالية للتدخل في مثل هذه الحالات. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى فنيا يسعى لإدماج التغيرات المناخية ضمن الخطط التنموية للمناطق الشاطئية. ويبحث الملتقى المنظم من طرف إدارة المحميات والشاطئ بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، يبحث آليات جعل التغيرات المناخية ضمن السياسات التنموية المعتمدة لدى البلدان الشاطئية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، إلى اللقاء.